أخي بالنسبة لدعوة البوذيين، هل هي يعني سهلة أو في صعوبات؟ في صعوبات. في صعوبات. لكن لا يوجد أصلا يعني عداوة بين المسلمين والبوذيين، ولا بين البوذيين تجاه المسلمين. لا ما في. ما يوجد أبدا. نعم. لكن عندما نجمع في مكان ما. أيوة. ونظهر أو يعرف يعني رئيس القرية. نعم. البوذي أو الحكومي. أيوة. هم يشدد علينا أيضا، لماذا تجمع؟ عندما تجمع أي. البوذيين في الكلمة، لكن تستطيع أنك يعني تدعو بدون أن تجمع الناس. أي هكذا. بعض الأحيان نجمع ونقدم الهدايا ونلقي الكلمة بين المسلمين ونتكلم عن المحاسن، محاسن الإسلام. محاسن الإسلام. نعم. لعل هذا يا أخي يكون من الجهل، هم يعني يظنوا أن الإسلام يأمر بقتل الكفار هؤلاء أو الإساء إليهم، فلو بينتم لهم أننا يعني لابد نفي الكفار بالعهود، وأننا يعني هذا الدين الإسلامي دين إحسان، أن نحسن أولا في عبادة الله ثم نحسن إلى عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نشر يعني الأخلاق الحسنة وعامل الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. سماه الله سبحانه وتعالى أنه هو نبي الرحمة، رحمة لكل الخلق حتى للكفار. فأنتم لابد تنشروا هذا بين الناس يعني حتى يعرفوا يعني محاسن الدين الإسلامي. الله يوفقنا وياك. بداية أيوة. كان ينتشر الخبر بأن الإسلام دين إسلام يعني دين خطير جدا. بعد المبنى الاثنين في أمريكا هذا، أو بعد سقوط العراق 11 سبتمبر. نعم. 11 سبتمبر نشروا هذا على المسلمين. أي بعدين نحن قمنا بنشر المقطع في الفيديو في فيسبوك. نعم. عن طريق الخطبة والبيان، ثم نحن نقيم الدورة وندعو بعض رؤساء يشاركنا، ثم في أثناء الكلمة نحن نبين هكذا. يعني الآن هم يفهمون كثير. الحمد لله. إذا لازم تبين لهم. نعم. هذا. نعم. دفاعا عن الحق. نعم. نعم.